مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع. ولدينا اليوم ممارسة الإكراه والإخضاع واستباحة الخصوصيات لإستاذ جامعي من قبل ميليشيا الحوثية. أما عربيا، كارثة إعصار دانيال وما خلفه من خسائر بشرية ومادية في ليبيا. وأبدأ معكم من موقع إكس. أبدأ بأول تغريدة للبرلماني أحمد سيف حاشد الذي كشف عن ما قامت به ميليشيا الحوثي بحق أستاذ جامعي. عندما تتم ممارسة الإكراه والإخضاع واستباحة الخصوصيات لأستاذ جامعي من قبل إحدى الجهات بسبب المطالبة بالرواتب والحقوق، برأت الملتزم من التزامه بناء على ما نصت عليه المواد وقانون الإثبات والمرافعات ولما يقتضيه الصالح العام. برأت الدكتور قاسم النفيعي مما التزم به سابقا أو لاحقا، كون ما حصل منه من عمل التزامات ليس بمحض إرادته، وأنها تمت تحت مطرقة الجبر والإكراه وسندان التعسف والقهر والإذلال. تماثل برأت قميص يوسف من دم الذئب. وهذه تغريدة لإبراهيم الكبسي عن حجم الرفض المجتمعي لميليشيا الحوثي وما تمارسه بحق الشعب اليمني. غالبية الشعب تشتكي من ظلم الجماعة وفسادها وقراراتها الكارثية وحلولها الترقيعية التي تجعل مصلحة المواطن آخر اهتماماتها وتجعله يدفع جباياتها وينفق على مسؤوليها. المهم عندها مصلحتها ونجاح مشروعها، وليذهب المواطن إلى الجحيم وليظل العدوان والحصار شماعات لتبرير نهب الشعب ومصادرة حقوقه. تحدث عبد الوهاب الشرفي عن إدارة الحوثيين للسلطة بالكذب والاستبداد والتي لن تدوم طويلا. الإدارة بالكذب والاستغفال هي إدارة مؤقتة نهايتها حتمية، والسلطات التي تجمع بين الإدارة بالكذب والمرونة تمنح نفسها فرصة بقاء أطول من تلك التي تجمع بين الإدارة بالكذب والاستبداد. هذه الأخيرة تكون أقصر زمنيا وأسرع انهيارا، ونهايتها تكون أسوأ من الأولى بكثير. عن عدم جنوح ميليشيا الحوثي للسلام، وكيف أثبتت الهدنة لعام ونصف أنها لا تجد ميليشيا الحوثي لغة السلام، يقول أحمد المسيبلي. الحوثيون أغلقوا كل الأبواب والطرق أمام أي سلام، قلناها وكررناها ملايين المرات، هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة ولا يوفون بالعهود أبدا. هذا دينهم ونهجهم وهذه عقيدتهم، ومشروعهم مشروع ولاية الفقيه وملاليقهم الذي دمر إيران وشعبها وبلدان عربية عديدة، لا يمكن أبدا يخرجون عنه أو يتنازلون عنه للأسف الشديد. ويكشف مجدي عقبة عن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تأجير للطاقات الشمسية على أسطح المدارس والتي يفترض بها أن تذهب رواتب للموظفين والمعلمين. بمناسبة افتتاح محطة للطاقة الشمسية بالحديدة، هل تعلم أن معظم محطات توريد الكهرباء التجارية استأجرت أسطح بعض المدارس والمؤسسات لمنظومات شمسية يتم تشغيلها نهاراً فيما تستخدم المولدات ليلاً، ولا أحد يعرف أين تذهب أموال الإيجارات ومن يستلمها، لأن المفروض تصرف مرتبات للمدرسين في تلك المدارس. تفاعلت المنصات اليمنية مع أحداث العنف التي شهدتها عدة مديريات في مدينة عدن إثر مواجهات بينية بين مهاجرين أفارقة بالآلات الحادة والسكاكين. وسائل إعلام محلية قالت بأن مهاجرين اثنين، أحدهما من قومية الأورمو وآخر من الأمهرة، قتل في الاشتباكات التي حصلت بين المهجرين في الشيخ عثمان، مشيرة إلى أن هذه المواجهات تعود إلى عراك سابق نشب بين عدد من المهاجرين الأورمو وآخرين من الأمهرة، ما أدى إلى مقتل شخص من المجموعة الأولى. تدخلت الشرطة اليمنية لفض الاشتباك وطالبت بالتدخل العاجل لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين بشكل جذري. بيقول لهم لا.
إلى مصر الكنانة والتاريخ، كل من زارها أصيب بعشقها، لم يشعر للحظة واحدة بالغربة، لأنها فعلا أم الدنيا، وطن ثاني للجميع، وحفظ دافئ لكل تائه، وأرض طيبة بشعبها وطبيعتهم الجميلة. وأنت في مصر ستجد الجميع يرحب بك، وما أن يعرفوا بأنك من اليمن يردون عليك أجدع ناس أصل العرب، يقابلون العرب عامة واليمنيين خاصة بإخوة وامتنان عظيمان. شاب يمني ظهر يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يثني على الشعب المصري وحسن معاملتهم له. هذا الشاب كان في طريقه إلى منطقة مدينتي في القاهرة، تعطلت دراجته النارية من البنزين، فذهب لأقرب محطة لكن اكتشف أنه ما عندوش فلوس. طلب من صاحب المحطة رقمه ويعبي له، ولما يوصل بيرسل له الفلوس، ومجرد ما عرف صاحب المحطة بأنه يمني عبال ببلاش وكمان ضيفه. شاهد معي ما قاله اليمني عن مصر وشعبها العظيم. قبل شوية جماعة الخير كنت ماشي في طريق السويس، فوانا داخل على مدينتي طفيت علي المكنة من البنزين المتر، فأجي أفتش المحفظة ما فيها فلوس، والمحطة قدامي. جيت دخلت لها عند الرجال قلت له يا باش اسمع، حط لي 2 لتر وهات رقمك، ولما أوصل مدينتي برسل لك فودافون كاش، بدل 20 برسلها 40. قال لي أنت منين الأول؟ قلت له أنا من اليمن. فنادى هذاك اللي جنب المسدس قال له ولد عبي له فل، ولا دفعه ولا جنيه، وخلاه يروح يجيب المشروب ويروح يجيب المياه ويجيب كل شيء، وحط البنزين وسوى كل شيء. والله بعدين اخذت رقم الرجال وتعرفت عليه، وفعلا صدق المثل هذاك اللي يقول لك معرفة الرجال كنوز. يا اخي تعذبتونا انتم يا المصريين بطيبكم واخلاقكم. والله يا جماعة الخير انا قد رحت بعض الدول العربية، لكن مثل كرم واخلاق المصريين معاملتهم مع الأجانب أو الضيف اللي يجيهم عملتهم غير. عادة ما يتم اكتشاف المواهب بمرحلة مبكرة من قبل الأهالي، وإما أن يتم تنميتها من قبلهم أو يكبروا وتتغير طموحاتهم وأحلامهم حسب توجهاتهم في الحياة. لكن ماذا لو كانت هذه الموهبة فنية وصوت شجي تجاوز الحدود المحلية وعبر للخارجية وشارك بحفلات فنية كبيرة على مسرح أم كلثوم وحاز على جوائز كثيرة أيضاً. فنان له إصدارات فنية كثيرة، منها خاصة ومنها تجديد للأغنية اليمنية. أتحدث عن الفنان هشام اليمني، سفير البرلمان الدولي للطفولة العالمية، عضو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية. له القدرة على تأدية مختلف الألوان الفنية. هذه المرة تغنى بالحالمة تعز التي نزلت قبل أيام على قناته في اليوتيوب. الأغنية من كلمات عبد الخالق الرحبي وألحان وهيب الأبيض وإخراج عز الدين خالد. نسمعها مع بعض الآن، لأن هشام اليمني بيكون معنا الآن عبر الزوم من صنعاء. أسعد الله مساءك بكل خير يا هشام، ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك يا حبيبي. حيا الله بهشام، والحمد لله على السلامة. سمعت أنك كنت في إب صح؟ ايه كنا في حفل في اب. طيب كانت زياره او عمل او حفله او ايش؟ كانت حفله نروح نقدمها في اب، وزياره كذا شويه في اب. طيب بدايه يا هشام، اليوم انت وصلت لمرحله متقدمه في الفن، لمن يعود الفضل الاول والاخير؟ طبعا بعد الله يعني. اكيد بعد الله الفضل حبيب قلبي أبي الوالد الذي نمى موهبتي وطورها، وهو دائما يعني ينسق جميع الحفلات جميع الأغاني، فكل الفضل من بعد الله لك. متى اكتشف الموهبة اللي فيك الفن؟ مثلا في سن الكم كانت البداية؟ شوف أنا بدأت يعني أدندن كذا قليل، وعمري كان 3 سنوات، وبعدين يعني جلست أدندن لما كان عمري 6 سنوات. دندن بأيش يعني؟ بعود ولا إيش؟ كيف؟ كان يعني دندن إيش؟ عود ولا تغني؟ لا دندن ولا؟ كان معايا هكذا جيتار صغير كنت أجلس أدندن فيه وأغني. وبعدين عمري 6 سنوات شاف إني يعني في صوت كذا حلو، فقدمني على برنامج The Voice Kids، قدمت والحمد لله وصلت لمرحلة جيدة، وفعلا شوف
أول مرة غنيت فيها على المسرح فين؟ أول مرة غنيت فيها على المسرح في صنعاء، في حفلة في صنعاء، بس نسيت إيش كانت. طيب يعني قبل ما أشارك في البرنامج صح؟ قبل ما أشارك. الآن صف كم يا هشام أنت؟ الآن صف ثاني إعدادي. ما شاء الله. طيب كيف بتقدر توفق بين مجالك الفني والدراسة؟ والله الدراسة لها الوقت حقها والفن لها الوقت حقه. مثل الدراسة يعني أخلص أكتب واجباتي، أذاكر اختبارات وكذا، أوقف الفن، وبعدين بعد ما أخلص الاختبارات والواجبات أو كذا أرجع أغني وأسجل وأعمل كل شيء. يعني كل حاجة لها وقتها. صحيح ما شاء الله عليك. طيب يا هشام، أي الألوان الفنية اللي تحب تغنيها، وأي اللهجات اليمنية المقربة إلى قلبك يعني؟ والله الألوان اللي أحب أغنيها الخليجي والمصري واليمني والمغربي. أشعاد خليت يا هشام، بس أقرب شيء إلى قلبك يعني، الأقرب منهم كلهم أيش؟ الأقرب الأقرب اللي دائما يعني أحبها تلقى نفسك فيه. المغربي. المغربي. طيب وفي اللهجات اليمنية الأقرب إلى قلبك إيش؟ كلهم الأقرب إلى قلبي. طيب أنت قلت المغربي، ممكن تسمعنا حاجة مغربية؟ أكيد. وحق الله أنا لا يمكن أن أنسى، أنا قلبي وحياته معاه وأحبه. وحق الله وحق الله أنا من دونه ما أقدر، أنا في بعاد وأتأثر وأحبه. وحق الله أهواه وأنا شوقي له كل له روحي له ولا قرب تنسى. لا 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 أهواه وأنا شوقي له كل له روحي له ولا قرب تنسى. لا 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 لا. ما شاء الله جميل جدا يا هشام. طيب يا هشام بسألك، لو يعني حابب اعمل دويتو مع فنان او فنانة عربية او فنان او فنانة يمنية، جيب لنا اسمين عربي ويمني. انا في نفسي يعني الصدق اني يعني اشتي اسوي دويتو مع الفنان سعد المجرد. جميل. ويمني مع من؟ اليمني قد سويت معهم كثير، قد سويت معهم كثير. اقربهم الى قلبك من؟ اليمني. اليمني والله كلهم يعني لهم ميزة وكل شيء، وأشياء سوي مع دكتور. طيب يا هشام، إيش جديدك في الأيام القادمة؟ بأيش توعد المشاهدين في أعمال قادمة يعني؟ أكيد إن شاء الله قريبا بنزل أغنية عن الأب، تتكلم عن الأب و عن أغنية عن الأب وكمان عن المغترب، فإن شاء الله قريب بنزلها وانتظروا إن شاء الله. طيب اختتم معاك يا هشام انه تسمعنا جزء من اغنية عشقي يا تعز. يا عشقي تعز. تمام. وكمان طبعا احب اني اتقدم لاخواني في المغرب وليبيا عن الاحداث اللي حصلت معاهم وقلوبنا معاهم طبعا كامل. وبسمعك المقطع من عشقي تعز. يا غذاء الروح يا عشقي تعز، يا بلاد الفخر يا مجدي وعز. يا غذاء الروح يا عشقي تعز، يا بلاد الفخر يا مجدي وعز. لو ابتعت عنك اشيلك في الفؤاد، وان سمعت اسمك انا قلبي فيز. محتمل فرقك والله يا تعز، ودنا لدنا ودنا لدان. محتمل فرقك والله يا تعز، محتمل فرقك والله يا تعز. الله الله يا هشام، شكرا شكرا جزيلا لك. ان شاء الله تجي القاهرة ولنا استضافة، تكون موجود لدينا ان شاء الله في الاستوديو ان شاء الله. وطبعا على فكرة بدخل 13 في 23/9 ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اذا هشام اليمني كنت معي عبر الزوم من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
إلى فقرة وايت ترند ونخصصها لما حدث من كوارث طبيعية في المغرب وليبيا. حداد وطني لمدة 3 أيام وتنكيس للأعلام في ليبيا عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى بشرق البلاد وخلفت آلاف الضحايا في مدينة درنا وحدها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قال خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس لبحث تداعيات الفيضانات بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية، وأشار إلى أنه وجه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة، وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع من مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات. وهذه بعض المشاهد لما خلفه إعصار دانيال في ليبيا. نرجو المساعدة، نرجو المساعدة. وفي هذا الفيديو شاهدوا لحظة انهيار السدود ودخول المياه إلى درنا بشكل مخيف في شوارع المدينة. وهذه بعض التعليقات على ما حدث للشعب الليبي. تقول إيناس عن من قضوا من المتطوعين في إعصار دانيال: لو في أبطال حقيقيين في هذا المصاب الجلل فهم بالتأكيد المتطوعين المجهولين وشباب الهلال الأحمر والكشافة. تعازينا لأسرهم، كل التعازي لمن ضحى بنفسه. وسام شجاعة واحد لا يكفي هؤلاء الأبطال ولن يوفيهم حقهم. أما جفراء الحب والثورة غردت عن التقصير الإعلامي العربي والتضامن الكامل مع الشعب الليبي. تقصير إعلامي عربي اتجاه ما يحدث في دولة ليبيا الشقيقة، وتقصير بالدعم والتضامن والمساعدة والإغاثة. الوضع كارثي شرقي ليبيا، مدن تنهار في ظل انعدام سبل الحياة بالكامل وارتفاع عدد الوفيات. في ذات السياق يقول الدكتور محمد الصغير متحدثا عن القصور الإعلامي لما حدث في ليبيا بالتغطية الكافية: إعصار شديد وسيول مدمرة في ليبيا أصابت الناس بالهلع وخلفت أضرارا بالغة لم يتناولها الإعلام بالتغطية الكافية، فاللهم احفظ ليبيا وشعبها واصرف عنهم البلاء يا رب العالمين.
أغيثوا ليبيا، أنقذوا الشرق الليبي، وكونوا صوتهم وارفعوا أصواتكم بالدعاء لهم. أما مروان يصف ما حدث في درنا لحظات الإعصار وكيف تحولت المدينة إلى ركام في لحظات. اختلطت مياه البحر بمياه السيول ونكبت المدينة وحصر الناس، وعجزت فرق الإنقاذ من الوصول إلى المناطق المنكوبة ولا وجود لأي مساعدات دولية على أرض الواقع. الحدث كان أعظم من قدراتنا وتم الإعلان أن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، فلمن الملك اليوم؟ وغرد عايد الجريد عن عدم التضامن العربي والعالمي مع الشعب الليبي المنكوب بالشكل الذي يستحقه ماديا ومعنويا. حجم الدمار الذي تعرضت له ليبيا والضحايا جراء إعصار دانيال كبير، فأين الفزعة التي كنا نتفاخر بها؟ فتخيلوا بعام 1911 حدثت حرب طرابلس الغرب في ليبيا مع إيطاليا، فكانت فزعة المسلمين من كل أنحاء العالم ماديا ومعنويا، فما الذي تغير؟ وإلى المغرب، فحصيلة الضحايا مستمرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق وسط وجنوب غربي المغرب. لكن المأساة لا تتوقف هنا، فإقليم الحوز المتضرر الأكبر يمتاز بتضاريس جبلية بحكم وقعه في منطقة جبلية، ما يجعل وصول فرق الإنقاذ والمساعدات غاية في الصعوبة. وهذه بعض المشاهد والتي اضطرت خلالها فرق الإنقاذ إلى استخدام الطائرات والجرافات وحتى البهائم للوصول إلى المتضررين. المغرب أيضا وثقت مقاطع فيديو انطلاق حملات للتبرع من مناطق مختلفة دعما لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد. المقاطع تظهر مواطنون يرددون النشيد الوطني المغربي وتجميع لمواد غذائية وملابس ووضعها في شاحنة استعدادا لانطلاقها من الدار البيضاء إلى إقليم الحوز الذي سجل أكبر حصيلة للضحايا واعتبر بؤرة الزلزال. وتشهد مناطق كثيرة في المغرب حملات تضامن شعبية لجمع المساعدات والمواد الأساسية لتوزيعها على المتضررين من الزلزال، وينتشر متطوعون في المناطق المتضررة ويوزعون هذه المساعدات كما هو في هذا الفيديو. دوز ما كاينش مين تقدا والو. شو 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 واو 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 ما شاء الله. شو 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 تبارك الله. شو الخير شو الخير شو الخير ما شاء الله. ما يمكنش هادشي، راه ما يمكنش. هاي صار جاي الحليب تاعي تبارك الله وضانو، ان الناس ما لقاش الخبز كتجيب الحليب. السياره رقم 8 بارطاجي و... سعود 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 زيد السياره رقم 10. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الاخوان. هذا ما لدينا اليوم على مواقع التواصل، نلتقي في جولة جديدة اليوم غد. كونوا على الموعد، في أمان الله.